كان في الفقرة السابقة نعم ضيف جميل أكيد. محلل كروي اسمه عبد الرحمن مصطفى من أبطال مبادرة قادرون باختلاف. شفتوا ازاي المبادرة النهاردة بشكلها وتفاصيلها تحت رعاية سيادة الرئيس؟ هو طبعا احنا يعني بصراحة اتعودنا فيما يتعلق بأبنائنا قادرون باختلاف باختلاف أو ذوي الاحتياجات في اهتمام رائع ومتميز جدا من جانب سيادة الرئيس في ايوه هذه الجزئية، ودي نقطة مهمة جدا لأنه دول كلهم ولادنا. يعني هتلاقي الشباب دول هتلاقي ولاد أخوك ولاد أختك ولاد خالتك يعني موجودين في المجتمع المصري، ويحتاجوا بالفعل إلى اكتشاف مواهبهم وطاقاتهم. فأنا فعلا بشكر السيد الرئيس فعلا على هذه المبادرة اللي برضو انا بقول انها مش جديده عليه، صح يعني الفتره السنين اللي فاتت هو دائما حريص على مظبوط. اجراء هذه دي النسخه اللقاءات الخامسه منها الخمسه النهارده بالظبط. كمان. ففي يعني اقتناع بهذه الفكره والتركيز عليها وتكرارها، وده زي ما شفنا النهارده عبد الرحمن، يمكن انا قابلته كان قعد مع الاستاذ عصام قبل ما ندخل. قبل ما اجي ده حلو، بشويه. ده خد شويه معلومات حلوه ولباقه لا حلوه ما يعني شاء الله مخه ما موزون، شاء الله صح ما شاء الله. موسوعي، ويعني لدرجه انا قلت له انا احيانا وانا ناقد رياضي كده ومتخصص بعرف شويه اتفرج على النشره، ايوه انت ما بترحمش مش سايب حاجه يعني مركز تماما. صح ما شاء الله انت عليك، عملت فينا مقلب النهارده، مقلب ايوه كبير قوي ايه انك تجيب عبد الرحمن قبلنا، يعني كان الجو من كل مقلب حلو من كل الضيوف بس برضه يعني والله في الاخر ممتع، استاذ عصام واستاذ جمال والله ممتع وطلعوا الساعه 4 الفجر ربنا بس يخليك. انا بحلف لك نشوف بالله كلامهم ممتع، يعني انا قعدت معاه، لا تحس ان واحد عايش كل التفاصيل ما شاء الله، اللي يعني انت ربنا مش قضيه مش قلت له انت هتبقى محلل هايل، صح لان فعلا انت بتذاكر قوي. ايوه وبعدين المبادره برضه، عشان اكمل برضه كلام الاستاذ جمال، اولا الوالد عند الله يرحمه كان دايما يقول تعبير جميل، ما عبد الله بشيء افضل من جبر الخاطر. ايوه ففعلا هو ده جبر الخاطر. أيوة. ان هم دول لما يحسوا الناس قريبه منهم بعضهم قد يكونوا اكفأ من الاصحاء مظبوط واقدر بس عايز هو مصطلح قادرون باختلاف ده مثال عبقري بيوصف طبعًا. القصه هم قادرون لكن بشكل بالزبط. مختلف فقط قادرون بطريقتهم صح بالظبط. فدي لما نقول العيد الخامس ده معناه ان فعلا قناعه كامله من اعلى سلطه في البلد باهميه ان احنا نحط ايدينا على الولاد دول، نطبطب عليهم نساعدهم. وبعدين كل مره انا بلاحظ حاجه، سياده الرئيس يقوم طالع قرارات مش مجرد وجهات نظر مظبوط. ولا راي بتتنفذ فورا، مفيش دعم لدول الفئات، مفيش مجال، يعني تحس ان كل سنه لا في اضافه النهارده في إضافة كبيرة. قيمه ماليه كبيره لدعم لا هو ده الهمم. لا بقى المشهد كله انت عارف فيه حته انسانيه عاليه قوي، انت قاعد فعلا مبهور بالمشهد. وبعدين انا برضو مش مجامله ليك عشان انا بحبك، لا النهارده انت متالق يعني شكرا. بصراحه والله مش مجامله الحمد لله شكرا. لا اضفيت معلش روح عاليه قوي على الفقره، بقت حاجه تحس ايه الحمد لله في وسط الاحتفاليه كده عامله طعم مختلف خالص. الحمد لله لا لا والله دايما موفق ان شاء الله، ودايما احنا دائما بننتظر منك التالق والايجابيه. ربنا يبارك فيكم يا رب، ودايما بنتعلم منكم.